ماما انا بقيت مقدم. الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك. هو فين المقدم ده؟ بقول لك يا حسام، ده مقاولا من رب رحيم. فلوس المكافاه دي نازل نصرفها في اي كباريه ولا حاجه؟ يا راجل الكباريه ده انت ظابط شرطه يا مدي. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يبارك. عقبالك عقبالك. مبروك يا حسام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا شاهين. الف مبروك يا عم حسام، يا مشرفنا. الله يبارك فيك يا متر. الله يبارك. اروح احضر لكم الغدا بقى، زمانكم جعانين. خديني معاك يا ماما سعد. ايه بقول لك يا محمد، كنت إيه؟ عايزك في موضوع كده. لو النبي سيبني مع حسام عشان فرحان. لو النبي يا رزل روح شوف الموضوع. يلا يا عم يلا. في ايه يا حسام؟ ايه محسساني ان ذئب داخل عليكي؟ في ايه؟ وزعتهم لك كلهم. والله فرحان. هو يا سعيد يا رزل حته دوب غريب. الحمد لله بقينا لوحدنا. ايه مفيش واحده مبروك؟ بحبك. ماشي دي انا عارفها. واحده مبروك؟ مفيش. بحبك. ايه الرزق؟ يا ساتر يا رب. ايوه خلاص. ايه يا زفت، في ايه؟ حاجه مهمه قوي يعني؟ طيب مسافه السكه، خليك مكانك. معلش يا حبيبتي انا اسف، مشوار صغير نص ساعه وانا هتحضر له غدا وهاجي على طول. صدر رب. نص ساعه؟ انت دايما بتقول نص ساعه على فكره. ما تخليك واقفه مكانك كده نص ساعه هتزهقينا. بس روح، انا هروح اساعد معاك. اساعدهم في الغدا. امشي.